الحقيقة إذا تلاحظ يعني قبل 10 أيام كان التصعيد أكثر جدية، وحتى كان الخبر هذا يتصدر وسائل الإعلام، لكن بعد هذه ال10 أيام شاهدنا أنه التصريحات من كافة الفصائل المسلحة، وإضافة إلى أن الكتل السياسية أخذت تتبرع من الضربات ضد السفارة الأمريكية وقوات والأرتال العسكرية وما شابه ذلك. هذه التبريرات الحقيقة أعطت نوع من الهدنة، هي ما جاءت جزافا، جاءت نتيجة ضغوط بالتأكيد، إضافة إلى الحركة اللي تحركها الكاظمي بالفترة الأخيرة وحكومته باتجاه هذا الشيء هو لتقليل التوتر. ولا ننسى أيضا أن هذا التوتر أو هذا التصعيد جاء ألقى بظلاله بعد، خصوصا أنه الانتخابات الأمريكية هي بطلع الشهر نوفمبر القادم، وترامب يريد أن يظهر للرأي العام الأمريكي أنه الحامي للمصالح الأمريكية، إضافة إلى ذلك أن إصابة أي جندي أمريكي من القوات الأمريكية سواء جندي أو دبلوماسي، هذا معناه أنه راح يخلق نوع من التراجع في شعبية ترامب في الانتخابات القادمة، لأنه إذا تعرضت قواته إلى إصابة فمعناها أنه راح يكون عنده رد، وهذا الرد راح يوتر الأمر بصورة عامة. لذا فإن سحب السفارة الأمريكية من بغداد ونقل الدبلوماسيين إلى أربيل هي ممكن أنه تكون ورقة ضغط على الحكومة العراقية حتى تتخذ خطوات جدية أكثر، أو أنها يعني خطوة مؤقتة قد تكون 2 أو 3 شهور حتى ينظمون وضعهم اللوجستي، وأيضا مسألة الانتخابات تعبر ومن ثم يعاودون العمل من بغداد. أما إذا كان هذا التصعيد انسحاب كامل للسفارة ونقلها إلى أربيل، فمعناها إعلان حالة حرب الحقيقة على العراق، وهذا راح يلقي بتبعاته على الشعب العراقي، يعني الاقتصاد العراقي سوف ينهار تماماً.